حنا فرحانين كنتواجدوا طبعا في هذه المناسبه اللي كتجمعنا في العقيقه ديال الدنيا، بحكم حنا في هذه الساعه كنعيشوا الابوه، عارفين شنو هو الاحساس ديالها. ويا ربي كنبغي لكل ام مغربيه، كل بنت مغربيه تحس بهذا الاحساس. الله يفرح كل بنت مغربيه. وي راه تبارك الله بدات كتخلف وبدات كتقول كلمات، دونك بخير ما في هذه البيتيز. هي ميلونج كنا هو كتكذب كتكذب كيكذب نو كتشبه لي ليا ماشي ليه. ساعة كتكون كتشبه له مي كتشبه لي كثر. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.